السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية إخواني كالعادة لا تنسوا الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد. قبل أن أبدأ إخواني أخواتي، لابد أني أشكر كل من اشترك معنا في القناة، وإن شاء الله نحاول دائما نقدم لكم الأخبار الحصرية، البثوث، مباريات إن يعني إن توفرت، لأنه أصبح الأمر صعب جدا وإدارة اليوتيوب لن تتسامح مع أي صانع محتوى يقدم بث مباشر، لكن نحاول دائما يعني نشوف ما هي الثغرة ونقدم لكم المباريات ونقدم لكم الروابط المجانية، لأننا نعلم أنه صعب جدا أنه تلقى مباراة خصوصا نصف نهائي أو نهائي أو البطولة الإنجليزية والإسبانية في القنوات المجانية، إلا نقول مستحيل. على كل حال ندخل في موضوعنا اليوم. موضوعنا حول جوزي مورينيو. صراحة هو تصريح نتاعو شرف بالنسبة لي، لأنه تكلم على رياض محرز، أنه جوزي مورينيو وأنشيلوتي والآخرين ما راهمش يعني مثل بعض المدربين الصغار. يعني تصريح مورينيو على بيب غوارديولا وقصف بيب غوارديولا بين قوسين، يعني صراحة للأمانة جوزي مورينيو يعني ما تكلمش فقط على رياض محرز، يعني هو تكلم على إدارة السيتي اللي وقال أنها وفرت أموال ضخمة لبيب غوارديولا، عكس نادي روما اللي وفرنا فقط 7 مليون يورو ومع ذلك وصلنا إلى نهائي أوروبا ليج. يعني وقصف أيضا غوارديولا لأنه قال عندك جواهر على كرسي الاحتياط وما تقدرش وما عرفش فاش توظفهم، وقال عدة أشياء، قال أنه يعني من الغباء إن صح التعبير نشوفه رياض محرز وفيل فودين وجوليا ألفاريز على مقاعد البدلاء. هنا لابد أني أتدخل وأقول كلمة فقط. بيب غوارديولا ما نقدرش نقول عنده لاعب أساسي أو لاعب غير أساسي، هو عنده فلسفة أن هناك مباراة مهمة نلعب بزي، وعندي مباراة الكأس نلعب بها زي، ورابطة أبطال أوروبا نلعب بها زي، الدوري نلعب بها زي، كأس الاتحاد الإنجليزي نلعب به بتشكيلة معينة، وكاراباو كاب. هذه هي، ولما يتعاقد مع أي لاعب يقول أنه أنا عندي منافسات كثيرة إلى غاية نهاية الموسم، اسكورك قابل قابل ماكش قابل، ربي سهل عليك كما دير مع كونسيلو ودير مع زينشينكو، وتقريبا الكل راهو راضي. لذلك لا يمكن القول انه بيب غوارديولا عنده فريق اساسي وفريق غير اساسي. هذه العقليه نلقاوها بزاف في نوادي اخرى مثل ارسنال، مثل ليفربول، مثل تشيلسي. دائما نرى يعني هناك تشكيله ما تغيرش، ثم نرى يعني في شهر ثاني يعني نفس العقلية، ما عدا إذا كانت هناك إصابة. أما مع السيتي لا يمكن القول أنه هناك لاعب أساسي ولاعب غير أساسي. ندو مثال على محرز، شفنا محرز ما يلعبش تشامبيونز ليغ ثم أساسي في الشامبيونة، بلك هناك لاعب يقول لك أنا لا نحب نلعب الشامبيونة ما يلعبش تشامبيونز ليغ. كل واحد وش يعني وش يحب يلعب إصح التعبير. لكن بيب غوارديولا ما يسمعش لهذا ولا يسمع لهذا، وإنما حسب إمكانيات كل لاعب. هذا من جهة. بالإضافة قال جوزي مورينيو تكلم على استعراض العضلات بالنسبة لبيب غوارديولا أمام الريال. قال يعني في الشوط الثاني بيب غوارديولا استعرض عضلاته بإقحام ثلاثي لهما ألفاريز، رياض محرز وفيل فودين الذي تبلغ قيمتهم 70 مليون يورو. هنا بيت القصيد لما قالوا أو سألوه يعني وش رأيك في الثلاثي اللي دخل في الشوط الثاني، لم يجب على فودين وألفاريز، ثم قال أن رياض محرز يستحق اللعب أساسيا في أكبر الأندية في العالم لأن الوضع مختلف في نادي مانشستر سيتي للأسف. ها واش قال يعني هذا تصريح بالنسبة لي يعني راهو يعني وسام رياض محرز. هل هي يعني مجاملة ربما يفكر في استقدامه؟ نخلو الأيام القادمة يعني ممكن الليغا عفوا الشامبيون مازال ما خلصتش، ممكن نشوفوا مورينيو يتكلم على رياض محرز. يعني مورينيو لما يتكلم على لاعب ماشي باش يجيبه في الاحتياط إن صح التعبير. هذه هي حبيبنا خوتنا، أعطونا رأيكم في التعليقات، ماذا تتوقعون؟ هل هي مجاملة أم هناك أشياء أخرى تطبخ في الكواليس؟ والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.